تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهر البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر من سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية. هذا نصها: سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أتقدم لمقام جلالتكم الكريم بخالص الشكر وعظيم الامتنان على الثقة الملكية الغالية بتعييني محافظا للمحافظة الجنوبية، معربا لجلالتكم رعاكم الله عن بالغ اعتزازي بهذه الثقة التي أوليتموني إياها، وأنه لشرف كبير أن أشارك وأساهم وفق توجيهات جلالتكم في دفع مسيرة الخير والنماء والتقدم في وطننا العزيز، معاهدا جلالتكم بالعمل بكل تفان وإخلاص وبذل كل ما في وسعي لخدمتكم وخدمة هذا الوطن الغالي. ختاما لا يسعني إلا أن أكرر شكري وتقديري لجلالتكم داعيا الله العلي القدير أن يحفظ جلالتكم وأن يديم على جلالتكم نعمة الصحة والعافية وأن يسدد خطاكم ويديمكم ذخرا وسندا للوطن وأهله. وتفضلوا جلالتكم بقبول فائق احترامي وتقديري ابنكم المخلص لكم خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية.